لو لسه بتبدأ قناة جديدة على اليوتيوب ومش ماشية زي ما انت عايز، فالفيديو ده علشانك. لازم تعرف ان كل منشئين المحتوى اللي وصلوا مليون و100 مليون و200 مليون مشترك، قنواتهم بدأت من صفر مشترك. هل عمرك شفت قناة جديدة بدأت ب1000، ب2000، ب5000؟ كلنا بنبدأ من الصفر، بس الفرق بينك وبينهم ان هم عرفوا الطريق الصح، وعلى فكرة عرفوه بعد تجارب كتير جدا جدا جدا. انا بقى بعمل لك الفيديو ده علشان اختصر عليك التجارب دي وعرفك الطريق الصح من البداية. يعني انا متأكد ان حضرتك لو شفت الفيديو ده قناتك هتنجح باسرع وقت ممكن، مش عايز اقول لك بسرعة الصاروخ، لانك هتتجنب الاخطاء اللي هم وقعوا فيها. عايز اقول لك في بعض الاحيان كمتوحد فكرة كنت بشرح الافكار دي لعشرين، 22 وعشرين، 21 وعشرين، 20. مع الوقت الموضوع بيتغير. عايز اقول لحضرتك انك في 2024 ليك مزايا كتير جدا عن الناس اللي بدأت قبل كده، لأن بقى عندك أدوات كتيرة جدا ممكن تستغلها علشان تعمل محتوى بدون الظهور أو بظهور، علشان تعمل فلتر للصوت، علشان تعمل فلتر للصورة، علشان تحط بقى الموضوع بالنسبة لك سهل. المونتاج AI، الكلام على الفيديو AI، كل حاجة بالAI بتجيلك لحد عندك. وهنا أنت كمنشئ محتوى لازم تستغل التولز والأدوات دي في صالحك. وهنا هنبدأ مع بعض نفهم الفيديو الترحيبي اللي كان بيتعمل في 2022 و2021 دلوقتي مش مكانه قناتك. أنا الأول كنت بقول لك اعمل فيديو ترحيبي لقناتك، النهارده بقول لك لأ، لأن لما جيت بصيت وفتحت اليوتيوب وبدأت أتابع وشفت سجل المشاهدة بتاعي، أنا ما وقفتش ولا مرة على فيديو لقناة جديدة. ما شفتش ولا حبيت اهتم هو الشخص ده بيقدم ايه او قناته بتتكلم عليه، لانه هو شخص مش معروف في البداية. واللي كان عندي وقت زمان اسمعه دلوقتي مش عندي وقت اسمعه. وهنا انت كمنشئ محتوى لازم تحط الموضوع ده في بالك وانت بتعمل اول فيديو ليك. لازم تركز على ال3 نقاط دول، النقاط اللي هيخلوك تنجح على اليوتيوب. رقم 1، المواضيع الترندية. انت داخل على العيد الكبير فتركز على المواضيع المهتمة بعيد الاضحى. رقم 2، المواضيع الغامضة والرائجة الناس بتدور عليها بشكل مستمر. رقم 3، الفيديوهات البحثية اللي الناس بتدور عليها. بلاش تطلع في فيديوهاتك وخصوصا في البداية عن ال3 مواضيع دول، الناس بتحب تستفاد وكمان وقتها بالنسبة لها مهم. فتقدم معلومة جديدة، لا تقدم حاجة يستفادوا منها أو حل مشكلة، حاجة تضحكهم أو حاجة تخليهم يفكروا أو يطوروا من نفسهم. علشان كده أنا بوجه لك النصيحة الأولى، مش بكمية الفيديوهات. يعني ما تعملش قناة جديدة النهاردة فتنزل 20,000 فيديو، لا. أول حاجة لازم تفكر فيها هي الفكرة بتاعت الفيديو الأولى والتانية والتالتة، لأن اليوتيوب لما يعرف أنت بتتكلم عن إيه هيبدأ يقترحك في المكان الصح، ومعنى اقتراحك في المكان الصح ازدهار في المشاهدات والمشتركين والأرباح وكل حاجة حضرتك متخيلها. رقم 2، إزاي تنزل الفيديو على اليوتيوب بالطريقة الصح. اليوتيوب مش عدوك على فكرة، بالعكس اليوتيوب عايزك تكبر وتنجح، لأن نجاحك من نجاحه. اليوتيوب لازم تعرف إن هو بيدور عشان يوصلك للناس الصح، علشان يقعدوا أطول فترة ممكنة. وهنا أنت كمنشئ محتوى لازم تفهم إن أنا محتاج أنزل الفيديو صح عن طريق بقى الوصف، الكلمات المفتاحية، العنوان وقوائم التشغيل. مش بس كده، نيجي بقى لأهم نقطة، وهو إن الفيديو بتاعك يكون غير مدرج على الأقل قبليها بيوم، علشان اليوتيوب يعمل له مراجعة خفيفة، يعرف انت بتتكلم عن ايه، علشان الفيديو بتاعك لما ينزل واليوتيوب فاهمه اللي هطرحه لمين والناس ايه، وهعمله اشعار امتى وهوصله امتى. خد بالك ولازم تفهم ان اليوتيوب بيتعامل معاك على انك ارقام، ومش بس كده بيتعامل معاك على بيانات.
بيجمع بيانات من محتواك يطرحك للناس، ارقام بيانات اطرحك في المكان الصح. علشان كده الحاجة المهمة ان الفيديو ينزل قبل ميعاده، يبقى موجود على قناته قبل ميعادك. وبعد كده هقول لك تركية حلوة، لو انت عايز تعمل العنوان والوصف والصورة المصغرة وتعمله علني في اخر لحظة اوكي، مش عايز تعمل كده براحتك. بس النتيجة دي نجحت مع ناس كتير جدا الفترة الأخيرة، وأنا بنفسي جربتها. علشان كده بنصحك برضو إنك تركز على الجزئية دي، الفيديو بتاعك تجهزه وتظبطه، عملت الصورة الصبح أوكي، عملتها بالليل كان أفضل معاك في اللي أنت عايزه. يبقى هنا إحنا فكرنا في نوعية المحتوى، وفكرنا في تنزيل فيديو علشان يوتيوب يعرفه، ونعمل استمرارية في النشر. يعني إيه استمرارية في النشر؟ أول فيديو ما جابش مشاهدات عادي، تاني فيديو ما جابش مشاهدات جدا عادي، تالت فيديو ما جابش عادي جدا. مش لازم أول فيديو يطير معاك، مش لازم تشوف الإقبال الرهيب. أنت مش توم كروز العرب، ولا أندر تيكر العرب، ولا المتوحد فكرة في نفسك، لا مؤاخذة، ولا المتوحد فكرة في نفسك. أنت واحد لسه بادئ على اليوتيوب جديد، الموضوع مش بالسهل، يعني مش سهولة أنت متخيل، الموضوع صعب ومحتاج مجهود. وممكن تلاقوا نفسكم تقعوا في البدايه عادي، اقع في البدايه مره واثنين ثلاثه، بس اهم حاجه اوعى تيأس، لان الياس ده بيخليك تنزل فيديوهاتك الثانيه والثالثه والرابعه بدون اي شغف، بدون اي ادراك لمعنى ما يريده الجمهور. ايوه، ودي الحاجه اللي جايه، اعرف جمهورك كويس جدا جدا. في حاجه اسمها معدل الاحتفاظ بالجمهور. ناس كتير جدا بيفضلوا لك ايه، هو الفيديو بتاعك 4 دقايق، الفيديو بتاعك 7 دقايق، طب انزل مده قد ايه، طب انزله امتى، كل الكلام ده ارميه ورا ظهرك. يعني انزل فيديو كل قد ايه، الموضوع بيختلف من قناه لقناه. انزل فيديو مدته قد ايه، الموضوع بيختلف من قناه لقناه، من محتوى لمحتوى، من طريقه لطريقه. انزل فيديو كل قد ايه، محدش يقدر يقول لك، محدش يقدر يقول لك. كل الكلام اللي بتسمعه على اليوتيوب ده كلام فتي، لان الموضوع بيختلف من قناة للتانية. ما اقدرش اقول لك نزل باستمرار وانت محتواك مش محتاج انك تنزل باستمرار، محتاج جودة زي قنوات الطبخ، محتاج ان حضرتك تخلي الصوت متناسق مع الصورة، تخلي الادوات نظيفة، تخلي العين اللي تتفرج على الاكل تاكل قبل ما تدوق. وده هنا انت محتاج انك تركز على جودة الفيديو اكتر من الكمية، فدي لازم هتعرفها من جمهورك. محتاج مقدمة وانترو، اعمل في محتوى زي الجيمنج محتاج انترو، في محتوى تاني محتاج المقدمة تبقى زي سؤال او معلومة غريبة او حتى نكتة او مسخرة او هزار، فهنا لازم تفهمها. الحاجة التانية اللي انا لحد دلوقتي بعاني منها، وهي ازاي ارتب الفيديو بتاعي. انا بحس في المتوحد فكرة ان انا محتاج برضو شوية، وعشان كده انا باخد سكريبتات وباخد حاجات الفترة الاخيرة اطور منها، اشتغل عليها، اعرف اتكلم ايه. الموضوع ده مهم جدا على فكره، انك ترتب افكارك داخل السكريبت. انا بحاول على فكره، وهحاول ان انا اخد ورشه لصناعه المحتوى كده، كتابه السكريبت، اللي على فكره الفتره اللي جايه مش هتحوزها بعد استخدام الذكاء الاصطناعي والاي اي، ولكن انا بحب ان انا برضو يكون ده شغال. ده مش موجود علشان يعطل، لا، محتاج ان انا اشتغل عليه. علشان كده انت محتاج انك تاخد وتعرف وتفهم السكريبت وترتيب الافكار علشان تعرف الجمهور عايز ايه. مش في غنى بقى عن ان تكون بتقدم صوره واضحه وجوده صوت نقي، مش في مروحه عندك. على فكره المروحه موجوده اهي، بس انا بشتغل بكاب كات، بشيل المروحه والصوت والموضوع عادي جدا. فانت في كاب كات تقدر تعمل عدل للصوت ومونتاج كويس وتشتغل عليه. كل ده بيفرق على فكره، كل ده بيفرق. لو انت مفكر ان حضرتك خلصت الفيديو بسرعه هتنزله، يلا يلا خلصت عشان ننزل، يلا بسرعه الناس مستنياك. لو مستنياك ينتظر ليه؟ لان في فرق بين دي وبين دي. انتظار هو بينتظر حضرتك مره واحده بس، 10 دقائق، ساعه، ساعتين، لكن الفيديو معاك كل يوم، كل لحظه، كل ثانيه، كل دقيقه معاك. خلاص بقى تاريخ على اليوتيوب. يبقى التاريخ ده لازم تركز عليه، لازم تتقن الفيديو كويس قبل ما تنزله. في محتويات محتاجة مونتاج، فخد وقتك،
وفي محتوى زي متوحد فكره محتاج ان انا انزل فيديو والناس تتفرج وتسمع، لان حضرتك انا متاكد انك ممكن تكون حاطط الفيديو جنبك كده وبتسمعني. شكرا ليك لو بتسمعني كده عادي، المهم ان حضرتك تكون بتستفاد، لانك مش شرط انك تكون بتتفرج عليا، خصوصا ان بقينا في المالتي تاسك المهمات المتعدده في 2024، انك بتسمع وبتمنتج وبتعمل حاجه وبتشرب شاي. انا بعمل لك فيديو بشرب شاي، وبعمل حاجه في التليفون، وبعمل حاجه هنا، وبعمل حاجه على الكمبيوتر تاني، يعني في اكتر من حاجه بعملها. هي مالتي تاسك، مهمات كتير جدا بعملها مع بعض، وده اللي بيخليك تفهم وتعرف ان احنا بقينا في زمن السرعه، فما تكترش في الكلام. نيجي بقى لأهم حاجة والخطوة اللي تعتبر أساسيات النجاح، مفتاح النجاح، لأ كل حاجة في نجاحك، العنوان والصورة المصغرة. أنا الفترة الأخيرة اتكلمت عليهم أوي كتير جدا جدا جدا، وبصراحة لما جيت اتفرجت على الناس اللي اتفرجوا عليا بشكل مستمر ودخلت على عناوينهم وصورهم المصغرة، كنت بلطم، انا بلطم. يا جماعه ابحثوا عن الكلمات المفتاحيه القويه، الكلم المفتاح، استخدم صوره مصغره، قناه طبخ حط اكتر من صوره، استخدم اكتر من صوره، اكتب على الكلام المهم، قناه طبخ. خدوا بالكم من رتم قناتكم، القناه في ليها رتم محدد، في قنوات مهما عملت فيها هو الرتم بتاعها كده، مش هيجيب غير لو قدمت محتويات، المحتويات دي ترنديه، بس ترندية، المحتويات دي ترندية، فانت اشتغل عليها. الصورة والعنوان ما تقلدش فيهم حد. لازم تعرف انك ممكن تشتغل على جزئية محددة بس هي اللي تنجحك على طول، جزئية من كلمة، قصة مستوحاة، او بدل ما بتغلي تشتريها تعال اعلمك تعمليها، زي اتحداك تعملي كده حالا. الكلام ده كله بيخلي ان فيديوهاتك تبقى معروفة بالنسبة لجمهورك، روتين تحفيزي، الحاجات دي بتخلي الجمهور خلاص. ونيجي بقى لأهم نقطة، خليك متوحد، مش زي، لا خليك متوحد في الفكرة، خليك على طبيعتك، خلي أسلوبك باين للكل، ما تقلدش حد، خلي ستايل ليك، ستايل خاص مختلف عن الآخرين. دايما كانوا بيقولوا لي متوحد الفكرة أنت بتتكلم بسرعة، أنا الناس اتعودوا عليا على كده، متوحد الفكرة أنت عصبي، أنا الناس اتعودوا على كده، متوحد الفكرة أنت أسلوبك وحش، أنا الناس اتعودوا عليا على كده، عارفين إن أنا مهزأ شوية، عادي، أنا جمهوري عارف الموضوع ده. الناس بتحب الانسان على طبيعته، مش بتحب اللي بيطلع لك عامل لي شعر كده ومناخيره كده، لا انا يا جماعه اطلع لك، لا ده ايه، ده ايه، ده بيت سبورت، ده انا لابس شورت على فكره، شعري عادي خالص مش مسرحه، عادي عادي خالص بالنسبه لي، الموضوع عادي بالنسبه لي خالص. وصدقني النجاح هيجي، هيجي لو طبقت النصائح دي، هيجي. استمر بس في النشر، استمر في انك تشتغل، استمر في التطور، وصدقني مع الوقت مفيش حد بيقف. وابدا واغلط عادي، لما تغلط في الاول كلنا غلطنا في الاول، عادي لما تمسح فيديوهات في الاول، عادي عادي ما فيش اي مشكله، بس ركز ان الفيديو اللي تديه تعمله نشر يكون هو الفيديو الاهم والافضل في وقتك اللي انت بتقدمه دلوقتي. مش لازم يكون افضل بالنسبه للمحتوى كله، ولكن هو افضل طاقه عندك، وخد بالك الطاقه ما بتخلصش، وده هتفهمه من حياتك. لو بتنزل النهارده من بيتك للسلم اخر سلم دور كل يوم، هتعرف السلمه المكسوره وانت مغمض عينك، لكن لو بتنزل كل اسبوع او كل شهر انت بتنسى، حتى بتنسى شكل السلم. علشان كده محتاج انك تفكر كويس بانك تمسك موبايلك وعلى طول تصور، مش شرط تنزل، بس على طول تمارس الكلام، تمارس اللغه، تمارس الطريقه، تمارس الوقوف قدام الكاميرا، تقف قدام الكاميرا عشان الكاميرا تحبك. صدقني ربنا بيحبك لأنك موجود هنا. شكرا ليك.